فكرك تراضيني بهيدا الشيء فبتكون كتير غلطان. هذا هدية من صاحب الأوتيل. بس بشرفك مش حلو؟ كتير حلوة. ولو بتعرفي شو؟ قدم لنا حجز مفتوح لهيدا السويت من هلا تا كانت خلصت الفيلا، بس على شرط بدك تضلك ترقصي عنده بالأوتيل وخاصة أيام الأعياد. مش بس هيك، اتفقت أنا وياه على النسبة وقدرت آخذ منه نسبة عالية كتير. شفت كيف؟ شفت شو؟ شفتي أنا وين وصلتك؟ ما مشكلتي هالأيام إني عم شوف كتير. أنا رايح أسهر مع أصحابي.